تكسب الطلاب وتكسب المشاركين كثير من المهارات التواصل ومهارات الحوار التي يستفيدون منها في حياتهم التعليمية وفي حياتهم العملية بإذن الله تعالى. تتقاطع كثير من المفاهيم وتتقاطع كثير من المعاني في برنامج المناظرات مثل الحوار والمناقشة والمحاججة، فالمناظرات هو فن يقوم على الدليل والبرهان ويقوم على الأدلة العلمية والدراسات العلمية وإثباتها.